لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، مع حديث جديد ودعاء جديد من أذكار الصباح والمساء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو داود وابن ماجة وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخسف. والحديث صحيح قد يكون صحيحا على شرط الشيخين، صححه الشيخ الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء ولا يدعه في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. دعاء عجيب في شموله لكل نواحي وشؤون الإنسان. العفو، لأن الله عز وجل عفو وهو يحب العفو، فطلب العفو وهو التجاوز وعدم العقوبة والمغفرة، كل هذا مما يحتاجه العبد في الصباح والمساء، وهو متضمن لاعتراف العبد متضمن اعتراف العبد بذنوبه واستحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله عنه، وهذا الانكسار يحبه الله عز وجل. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقول إذا وافقت ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعبد يحتاج إلى المغفرة وإلى العفو وإلى أن لا يعاقبه الله عز وجل على ذنوبه. من يرى نفسه مستحقا للثواب عند الله ويرى نفسه مستحقا لدخول الجنة مباشرة أو لأول وهلة، من يرى نفسه صاحب فضل يدل به على ربه، أجدر أن يرد عمله. فالعبودية في أساسها ذل وانكسار. وقد قدر الله عز وجل على جميع بني آدم الذنوب، وإن تفاوتت مقاديرها حتى الأنبياء فعلوا ما سماه الله ذنبا، لكي يتحقق في العبد هذا الانكسار وهذا الذل، وهو في الحقيقة من أسباب الحب. فإن الكسرة التي تحصل بالذنب تهيئ العبد لقرب من الله عز وجل وحب له حين يرى عفوه ومغفرته.
وأما الادلال بالعمل على الله عز وجل فهو من علامات الكبر وسبب لعدم المغفرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال لأخيه الذي يراه على المعاصي وينصحه مرات ولا يستجيب له، فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أفعل المعروف؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. نعوذ بالله من ذلك. فسؤال العبد العفو من الله عز وجل فيه هذا الانكسار المحبوب لله سبحانه وتعالى، الذي هو من أعلى مقامات العبودية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. سبحان الله، لحبه عز وجل العفو ولحبه للمغفرة، ولذلك قدر على العباد الذنوب التي يحتاجون أن يفروا إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن يذلوا له وأن ينكسروا له وأن يخضعوا له وأن يبادروا بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. وأما سؤال العافية في الدنيا والآخرة فهو كذلك فيه عدم ثقة العبد بنفسه ورجاؤه للعافية من ربه، والعافية ضد البلاء. والعبد الذي يظن نفسه يصبر عند البلاء فيه نوع من تزكية النفس، يرى نفسه أهلا للصبر وأهلا للثبات، ورؤية النفس سبب لعدم التوفيق. رؤية كمالات النفس الوهمية سبب لعدم التوفيق وسبب لبذر أمراض القلب في القلب، فلذلك سؤال العافية يظهر ثقة الإنسان بربه لا بنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فالذي يتمنى لقاء العدو، وكانوا من أرفع الناس شأنا، لما حصل لهم اللقاء كثير منهم فر من المعركة. قال الله تعالى عن الصحابة في غزوة أحد ومعلوم قدرهم، قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ماذا صنعتم حين رأيتم الموت، أسباب الموت التي كنتم تطلبونها الشهادة؟ فر كثير منكم. وقال الله عز وجل عن الملأ من بني إسرائيل لما سألوا أن يعني يقاتلوا في سبيل الله، قال تعالى عن نبيهم: قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بعض يعني ممن يشهر بالزهد يدعو في يعني سجوده: اللهم على ما شئت فابتليني، يعني بيقول على أي حاجة فابتلي بالبواسير، فصار لا يستطيع قضاء حاجته، فكان
يمر على الصبيان في الكتاب ويقول استغفروا لشيخكم الكذاب. فالعبد الذي يرى نفسه قويا بالدرجة الكافية لطلب البلاء أو صابرا متأكدا من ذلك يوشك أن يكله الله إلى نفسه وإلى ظنه بنفسه. وأما من يسأل الله العافية فهو بلا شك يظهر هذا الانكسار المطلوب. ومع ذلك فهل يمكن أن يخلو الأمر من بلاء؟ أن تخلو الحياة من بلاء؟ قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال عز وجل عن بني إسرائيل وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. يبقى اللي يفتكر ان مش هيمتحن مش هيبتلى بأي نوع من أنواع البلاء فهذا يسبب العمى والصمم، لأنه لا يفهم سنة الله الكونية، وهو سبحانه يبتلي عباده لينظر كيف يعملون. فلذلك نقول أن معنى سؤال العافية مع اليقين بوجود البلاء، لكن لا نطلبه في واقع معين أو في باب معين أو يعني نتسبب فيه، ولكن إذا جاء البلاء صبرنا كما قال فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فهذا الذي لا يطلب البلاء ولكنه يسأل العافية إذا جاء البلاء جعله الله له عافية. يعني وجود الابتلاء مش معناه إن هو مش هيبقى فيه عافية. فالناس ممكن بتبتلى وتكون في عافية، يعني يبتلى بمرض ولكنه يكون صابرا شاكرا راضيا عن الله عز وجل، فيكون هذا البلاء الذي هو في عموم الناس بلاء يكون له إيه؟ عافية، لأن الله جعله سببا لرفع الدرجات وعظم الثواب. وإما أن يعقبه عافية في الدنيا وإما أن يعقبه ثوابا لم يكن ليحصل له أبدا لولا هذا البلاء. وكذلك قد يبتلى الإنسان بالفقر ويكون صابرا وشاكرا أيضا، لأنه لابد أن يكون جامعا بين الصبر والشكر، لا ينفك إنسان عن نعمة. المشكلة أننا دائما نغفل عن النعم وننظر إلى البلاء وننظر إلى ما يضايقنا. لذلك قلنا أن يكون فقيرا صابرا وشاكرا، وكذا إذا كان غنيا أن يكون صابرا وشاكرا. بل أكثر الناس لا يصبرون عن فتنة الغنى، لأن الغنى يعني يسبب للناس دائما طرفا وعلوا واستغناء وظنا أنه مستحق للثواب عند الله حتما، وليس الأمر كذلك. فلذلك ونقول أيضا أن الغنى فتنة أكثر الناس لا يصبرون عليها، لأنه تعود على نمط معين من الحياة لا يستطيع أن يستغني عنه بأي طريق كان. يبقى علشان عايز يعيش في مستوى معين يأكل الربا. شايفين الناس بتجري على الربا ازاي؟ ليه؟ علشان يحافظ على الفلوس اللي معاه، وعشان الفلوس اللي معاه دي تعيشه في مستوى معين وما ينزلش عن المستوى المعين. والقضية عند أهل الإيمان أسهل، الموضوع إن أنا هعيش ازاي هسكن فين وأكل ايه وألبس ايه، الموضوع ده عندهم سهل، ليس يعبؤون به يعني ولا يعانون منه كبير معاناة. فلذلك نقول أن سؤال الله العافية يشمل أن تعافى عند البلاء من أن يكون الامتحان والبلاء سببا
لوقوعك في فتنة مضلة، فقد تكون مبتلا وأنت معافى، والبعض قد يكون معافى وهو مبتلى لا يرى أنه في بلاء. زي ما نقول مثلا واحد في صحته شايف نفسه في عافية ولكنه لا يشكر نعمة الله، يبقى هو في إيه؟ في بلاء، فشل في الامتحان. واحد غني معاه فلوس يشكرش نعمة ربنا وبيصبرش على المعاصي المفتوحة والطرف الواسع والأمراض القلوب بيقع فيها بسهولة جدا. ولذلك قال من قال من الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ما قالش لم نشكر، بقى لم نصبر، لأن الابتلاء بالسراء يستغرق الإنسان أحيانا، يخليه عايش عشان الموضوع ده، عايش عشان الفلوس، عايش عشان الشغل، عايش عشان الولد، الأهل والأولاد، بقى نسى نفسه. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.